عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وابدا كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده بيتكلم عن الجميله سماره، وطبعا هي بتفتخر ببلادها الجزائر وجمال الجزائر والمنطقه الجميله اللي هي كانت فيها ومع عائلتها الجميله. كان جميل جدا جدا وممتاز. يا رب ان شاء الله دايما تكون في الف خير والف صحه يا رب ان شاء الله، ويرزقها الذريه الصالحه وابو جبل يا رب العالمين، ويمتعها بصحه وحياه جميله يا رب العالمين. وحضراتكم جميعا، وبشكر حضراتكم جميعا على الرسائل الجميله والكلام الجميل اللي انتوا بتبعتوه لي. كل قلبي زياره الاماكن الجميله في الجزائر عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم.